ثلاث تعديلات جديدة دخلت حيز التنفيذ بالسويد اعتباراً من اليوم 1 نوفمبر 2024. التعديل الأول بيتعلق بخفض الضريبة على السنوس بالسويد، واللي هو يعتبر من أكثر أنواع التبغ استهلاكاً بالسويد. بالمقابل رح يكون في هناك ارتفاع على الضرائب بخصوص السجائر العادية. التعديل الثاني بيشمل الأكياس البلاستيكية، اللي قررت الحكومة السويدية بوقت سابق انه تلغي الضريبه المفروضه على بيع الاكياس البلاستيكيه، وبالتالي صار الاكياس البلاستيكيه راح ينخفض بشكل كتير كبير خلال الفتره القادمه. ما بنعرف حاليا صار الكيس البلاستيك تقريبا بين 5 إلى 7 كرون، فبالتالي بعد الغاء هاي الضريبه ممكن يكون 3 أو 4 كرونات. الخبر الثالث اللي ذكرناه سابقا بالنسبه للدواليب الصيفيه الشتويه او الدبل ديك المتعارف عليها باسم MS، اعتبارا من 1 نوفمبر اذا ما كان عليها علامه ثلج او علامه جبال الألب فرح يكون من الممنوع انه الشخص يستخدمها، وبالتالي ممكن صاحب السيارة يتعرض للغرامة اذا كانت دواليبه قديمة كتير وما بيكون عليها هاي العلامة. اتمنى تشاركوا هذا الفيديو حتى يوصل لأكبر عدد ممكن، وتشتركوا بالقناة. وشكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.